أهلا بكم في قناة أنس أوفيس الإخبارية. نشرت الفنانة المغربية دنيا بطنة مقطع فيديو عبر حسابها الخاص بالإنستغرام عبارة عن نصائح على حد قولها لكل أعدائها ومنتقديها وكل من يتكلمون وراء ظهرها، حيث أرفقت الفيديو بتدوينة قائلة: تصبحون على نصيحة اليوم، وكل يوم اتقي شر من أحسنت إليه. قالوا يتكلمون عليك من وراء ظهرك. قلت لهم أنا إنسان، البعض يكرهني والبعض يعشقني، البعض يشوفني ولا شيء والبعض يشوفني مهم جدا في حياتي، البعض يشوفني متواضع والبعض يشوفني مغرور، وأنا أعشق شخصيتي هاي. أمي ما تعبت 9 أشهر عشان أطلع تافه بألسن السفهاء، ما يهمني كل من اتكلم من وراء ظهري، أنا أصعد وأنجح وهو بعده تحت يراقب صعودي. قالوا يتكلمون عليك من وراء ظهرك. قلت لهم أنا إنسان، البعض يكرهني والبعض يعشقني، البعض يشوفني ولا شيء والبعض يشوفني مهم جدا في حياتي، البعض يشوفني متواضع والبعض يشوفني مغرور، وأنا أعشق شخصيتي هاي. أمي ما تعبت 9 أشهر عشان أطلع تافه بألسن السفهاء، ما يهمني كل من اتكلم من وراء ظهري، أنا أصعد وأنجح وهو بعده تحت يراقب صعودي. للمزيد من الأخبار تابعونا على قناة أنس أوفيس يوتيوب فيسبوك وتويتر، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس لتصلكم الأخبار فور نشرها.